الانتاج الاجتماعي والاسره. مره اخرى لاله عواطيف مرحبا بك والف مرحبا باسم ديال الحضور الكريم والطاقم الاداري والطلبه ديال المعهد العالي للصحافه والاتصال، كنقول لك مرحبا والف مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين السيد مدير المعهد العالي للصحافه والاتصال، الساده اطر المؤسسه يعني من اساتذه وشركاء واعزائي الطلبه، وطبعا تحيه خاصه لشابات سبورتين على يعني التميز ديالهم. فانا سعيده جدا بتواجدي معكم اليوم، وانا تنشوف شخصيات بيضاويه يعني مشهوره وما غاديش، فلهذا تحيه عاليه لجميع الكفاءات المغربيه سواء في المجال الرياضي او الثقافي او الاجتماعي في جميع المجالات. نبغي قبل ما نبدا الكلمه ديالي نتمنى بعد لو بو سكس يعني انا سيكون يعني تنحضروا مع محاضرات يعني متميزات نوال المتوكل بن سعد قبل قليل يعني ذهب دوان، واليوم هذه السيده الجميله السيده الوزيره ديالنا سي بريسك لا ميم شوز سي دو سيكتور تاع سيا ان توكا ارتباط ديالي انا شخصيا بالرياضه تاعي يرجع لي قديم، ولكن ماشي شي بيرسون نتكلم على نفسي، بغيت نتكلم على الارتباط ديال الرياضه بالاسره. انا الجمعيه اللي تنشرب بالرئاسه ديالها سميتها رياضه وصداقه، واليوم باغي نسميها رياضه واسره الى ما عندك مانع السيده الوزيره. علاش؟ والا دابا خرجنا في الدار البيضاء ولا خرجنا في ما خرجنا في اي مدينه من المدن المغربيه في الحواضر ديالها وفي الباديه ديالها تتلقى واحد الشغف كبير واحد الاهتمام بالرياضه. واش كاين شي وسيله ولا شي اليه حسن هذه ديال الرياضه باش يمكننا انه نساعدوا على الادماج ديال الاطفال يعني منذ نعومه اطفالهم يعني في هذا لا 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 في السياق ديال التنميه الاجتماعيه. حنا قبل اسبوع كنا في الاعالي الجبال ديال ازيل ديال ايمتانوت، واحد المنطقه من كوبا يعني اللي متضرره من الزلزال، وجمعنا 200 ديال الاطفال، 200 ديال الاطفال ديال ذاك المنطقه على اساس انه تنوجدوا لهم واحد الملعب ودينا لهم امتعه رياضيه ايمانا منا بانه الرياضه راه تلعب دور كبير في التنميه البشريه القرويه. الاهتمام الان ديالنا او السياسه ديالنا هي الاهتمام بالقرى وبالاطفال ديال القرى، فمرحبا بكم الى بغيتوا تكونوا معنا في هذه العمليه. الوالد ديالي كان نقابي ومناضل على هادشي هذا الجوانب الاجتماعيه، لان الجانب الاجتماعي مهم جدا يعني، والقطاع الخاص هذا قطاع عام طبعا، ولكن القطاع الخاص والقطاع العام والشركات خص يكون عندهم واحد المسؤوليه مجتمعيه ويوفروا خدمات اجتماعيه للناس اللي كيشتغلوا معاهم. فحنا يعني كبرنا في المرافق اللي هي مرافق كانت مرافق اجتماعيه ذات مستوى عالي جدا، ومكنات العائلات اللي والاسر، لانني اتكلم على الاسر، ان الوليدات ديالها يمشيو يقضيو العطله في ايموزدار في طنجه في جميع جهات المملكه في ظروف جيده جدا. وهذا هو اللي خصنا نعاودوا نحيوه، هو الخدمات الاجتماعيه للاسر. فتحيه قويه للوزير. الوحيد اللي فكر يدير لا غراتويتي دي سوان في روينه هو بوها. الغراتويتي دي سوان هو انه المسألة هذيك الإدراك اللي فتني بها أنا يعني لي كونترا داك الشيء مع لي ميديسان لي كلينيك لي فارماسيان يعني لو كور ميديكال كله
دابا اللي مشى عند شي طبيب تيداوي يخرج تيقول الله يرحم الوالدين، شكون اللي تيدي رحمة الوالدين؟ هذا الرجل الطيب وتاد السلبان. وشكرا. لهذا يعني ولو اننا كنلعبوا الكره وكاين واحد المجهود جسدي، الا انها كتمر بواحد الاناقه اللي كتبين ان هذاك معلم، يعني معلم الى دوز الكره بواحد الطريقه جميله وكتكون نتيجه زوينه. فهذا هو الجمال، الجمال في كل شيء، يعني حتى في التعامل، حتى في السلوك، حتى في التواصل، حتى في اللعب. ولو كتكون في التنشئه ديال الاطفال، المسرح، الرياضة، الموسيقى، الموسيقى تهذب الأخلاق طبعا. يعني فكان بيتاغور كان الأرقام كيسمعها كتغني. حنا ما نبقاش نتكلموا غير على الغذاء طبعا الجسم الجسدي اللي خصنا باش نعيشوا، غذاء الروح مهم جدا، مهم جدا. وهنا الجمعية المجتمع المدني كتلعب دور كبير، ونبغي أننا نعملوا شراكات ونتعاونوا جميع باش تكون هناك مواكبة ديال الأسر لإعادة هذا الفكرة ديال إغناء وغذاء الروح، مهم جدا. والإعلام كيلعب دور كبير، الإعلام كيلعب دور كبير، وهذا بما أننا أمام طلبة غادي تخرجوا.